FM. الكلمة ليك. مستر تيك. اهلا وسهلا بكم في المستر تيك. نحكيو نهار الجمعة 5 مايو اللي فات الاعلان الرسمي عن اطلاق الايقونة الجديدة. نحكيو على الجالكسي اس 8 في الاسواق التونسية. هو منتوج حافل بالمزايا التكنولوجية الفريدة من نوعها وحتى المواصفات التقنية والتصميمية العالية برشا. في الاطار هذا اعلن مشغل الاتصالات الوطني اتصالات تونس بدوره فتح عن باب طلبات المسابقة. نحكيو على البري كوموند باش نجموا تشريوا التليفونات نتاع الجالكسي اس 8 والاس 8 بلس ويبش تلقاهم على ذمتكم تقريبا 50 هاتف من زوز اصناف هذوما يعني لي دو فيرسيون مع اهداء انه باش ممكن بوسيبيتي يهديوكم كاسك جير في ار معناها فيرتوال رياليتي او رياليتي فيرتوال باش تكون كادو اذا كان تشري التليفون هذايا. نحكيو على في اطار استكمال برنامج التربيه الرقميه اللي اطلقته في المرحله الثالثه نتاعها نهار 8 مايو 2017 تزويد المدرسه الابتدائيه التابعه لولايه تطاوين بمعدات وتجهيزات رقميه متمثله في 50 تابلات تضمن محتويات تربويه بيداغوجيه وديكاسك من عند روزبيري والات عرض الفيديو. نحكيو له في التذكير بانه البرنامج نتاع التربيه الرقميه اللي تم الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقيه شراكه وتعاون بين شركه اورانج تونسية ووزاره التربيه ومؤسسه اورانج للاعمال الخيريه فونداسيون أورانج خلال السنة الدراسية 2014-2015 والمتمثل في تزويد وتجهيز 30 مدرسة ابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية الكل بمعدات وأجهزة بيانسور رقمية تضمن محتويات تربوية وبيداغوجية هيلة برشا تتطابق مع البرنامج التربية والبيداغوجية الرسمي. دونك نجمو نحكيو على أنه رقمنة المدارس بدأت تنتشر بشوية بشوية وبداية بأكيد بالمناطق الداخلية. في جو احتفالي برشا وين قدمت العلامة التجارية تاتا موتورز و بيانسور بالتعاون مع إذاعة خاصة. نحكيو على عدد من الهدايا اليوم. نحكيو على تاتا موتورز انه قاعدة بشوية بشوية كونفونسيون هي جوست اكثر ولا اقل, ولكن هنا نحكيو على انه تاتا موتورز اليوم قاعدة تعطي فرصة للناس الكل باش يحضروا للسوق الجملة في بير القصعة باش يكتشفوا الشاحنات نتاعها. نحكيو على انه تاتا موتورز تخدم برشا توسكي لي كاميون معناها في الاستعمالات يعني الفلاحية الاكثر وحتى زاد نقل البضائع. دونك نحكيوا اليوم على انه الكمين هذوما الاسواق نتاعهم تبدا ابارتين من 37 مليون و200 بالنسبه للاستعمال الفلاحي. كاميونه كبيره فيها بويسونس كبيره برشا وتنجموا تستعملوها خاصه كما قلنا في الاستعمالات الفلاحيه. نكملوا نحكيوا المرضية على التطور السريع بالنسبة لصناعة الانترنت الأشياء. نحكيوا على الاي او تي اللي خلقت فرص جديدة بما فيها صناعة الأركان اللي هي تتسمى ستاسيونمون. دونك هنا نحكيوا على الاتفاق الجديد اللي أنضته كل من شركة هواوي وشركة نيداب اللي هي شركة استراتيجية موجهة لتطوير بيانسور الواقع الافتراضي. دونك هنا نجمو نحكيوا على النظام هذايا من عند مختبر هواوي اللي ممكن يساعدكم برشا, خاصة نحكيوا على سنسيت من عند شركة نيدبات أو نيداب اللي هي ممكن تخلي المختبرات نتاع هواوي مفتوحه برشا على كل شيء. اوبن لابس هواوي في مدينه دبي الاماراتيه نجم تخدم اكثر من خدمه وتمتع الحرفاء نتاعها بحل مبتكر من خلال العمليه هذه. نجم نحكيو زاد على الايكو سيستم اللي هو النظام الصحي كيف كيف مواجهه زاد خاصه المراكز نتاع التطوير في الحلول التكنولوجيه بالنسبه لهواوي وغيره من الاشياء هذه. نحكيو على ساسيرمون انتيليجون. نحكيو زاد على الاوشن كونكت اي او تي. دونك اليوم نحكيو على انترنت جديده مازالت موجهه كومبليتمون لتونس, ولكن هذا ما يمنعش انه العالم المتقدم قاعد يطور بشويه بشويه في الاي او تي. دونك نجموا تزوروا الموقع نتاع neda.fr والا هواوي.eu باش تاخذوا اكثر معلومات. نجموا زاد ترجعوا لسيتنا الانترنت نتاعنا www.capradio.in والا تاخذوا اكثر تفاصيل موقع tweetech.com باش تعاودوا تتفرجوا في الفيديو اللي صور لكم اسامه. كاب اف ام الكلمه ليك.